السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. كيف حالكم؟ شو أصبحتم؟ ترى هم يقولون ما بأنا هم اللي يقولون، أو أن الرازقي والفل والاسمن ما يفعي ولا يظهر في الشتاء، وهذا ونحن نفرق ما شاء الله. أي شيء بالعناية بتعتني به قد رقم واحد، كان طير ولا شيرة ولا تربية عيال، اللهم لك الحمد. زين، وهاي تكون فيزرتي اول ما نشت فيزر هنيا، ويبو اللي ويبو عين من الله خير، وطالع الطويرات بس بالدنيا مطرجة. زين، هذا موسم عادة، شو حد يسميه محمدي، وحد يسميه روز، وحد يسميه ورد، والدنيا مطرجة. شلون السنة يوم سرنا اذربيجان حطينا في السلطة، عدال السلطة يعني عدال الرويد قوم الجرجير قوم البقدونس، هاي حاطين نوع من انواع المشموم اللي هو الريحان والمشموم، عارفين يكون لونه خضر، لكن هذا محطوط لون عنابي قرمزي. شفت اللون هذا؟ ها شرعت اللون هذا اللي في النص. المرأة شلكم انتو يبته، انا ابوي البدر وبذرته وتوه ظاهر على طول الرايبة، على طول الرايبة غادي حين. الريحان المشموم المتعارف عليه هذا هو، هذا هو، هذا ورقته. انك ترى في السلطة ياكلون العرب طعمه فنان، والعرب كلها تاكله في السلطات الا نحن، هو انه ما حد ياكله. ها شوف عجل ما شاء الله مسوي، هذا العجل ها شوف ما شاء الله، ها كل عجل كم كبر، ها تاكله العرب والله الورق هذا ياكلونها. انا احنا ساعات ما بدو ساعه دون ساعه نحطها في السلطه نتغش بشي في النصيبه، تقريبا عباره او انه غش تجاري. هو فنان حلو، قبل كم من يوم يوم ارويكم العابد هذا مال ورد، ما كان في ولا ورده سوينا. شوف التقليم يوم اقول كل شيء بوقته، قبل شهر ونص سوينا للتقليم هذا من كل غصن تقريبا شبر، شوف نش ما شاء الله. لين الحين ترى ماشي التقليم، الواد تبتدي تغلم الحين، لكن انا جدمت، لكن ما شاء الله يعني في تجليمي يوم جدمت في التقليم ما شاء الله غدا فنان. شو بعد هذا؟ ها بعد عاطته من اول البيت لين اخره كل ورد، هذا محمدي زار عندنا ضك لي دار، كل ضك لي دار. يوم يقول برتقال بسره احنا برويكم اياها، اقول لكم مدينه محمد بن زايد مبروكه كل شيء يظهر فيها. اقول لكم برتقال بسره، هذا السره شفتوها السره ما شاء الله. وين اللي ياكل؟ حرامين اللي يحتوا بتحته ما حد يقول لكم الخبر. تشوفون الحين قاعدين بيقولون هاليواني منشفنات شيء مشفن، هذا شو هي؟ الحين بخبركم شو في هذا. ابوي هذا زارعين فيفاي، شوفون الحين هالفيفاي هالكبير هذا ان شاء الله قمض برج بيجي لي يا رب ارحم، غادي يتغدى وحده. هل تشوفون صغار هالكبير هذا في خلال في شهر شهر ونص غادي ابدا طول الرجال، بس صبروا عليه ان شاء الله اذا الله جعل فيه البركه. رب العالمين يبارك فيه ينتشي، بس يباله عنايه. شوف هالكبير وحينه على طول شف طالعوه عقب شهر ان شاء الله. شو بلاش؟ فطور قولي لي. ريدي؟ ثانك يو. الهمبة يغل غلطين، غل بثمرة وغل بالورق، هاي يسمونها غال بالورق، غالة ورق مو رجف. ومعروف ان في فصل الشتاء الشيرة ما تغلب براحة، جليل غلها وبطيء يكون. شوف مثلا هذا ها كله انا مقطع، ان في الشتاء يكون الغل الورق بطيء زيادة عن اللزوم، لكن في الصيف ما شاء الله فوقه 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 فوقه. شوف ما شاء الله مثلا الهمبة هاي لانها محصله شو عمار تحتها مسمود ومدواي وكل شيء، غاله بورق وغاله بورد مزهره. شوين هاك الطويسات حطتها حق الطويرات يشرب الماء، شو هاك وير طوير حليل حليل. وهاي مهرتي هنا، شوف مهرتي زينه بلا هالمهرة هاي.
ما شيء شغل، ما شغلة اللي هي اسمها شغلة ما شيء، لا شغل ولا ضمن. الحين من يشتد البرد وتزيد البرودة أبدا يغدي ما شاء الله المحمدي ما شيء كثرة وتفعي ريحة انزين. هذا عاد ريوقي ترى البيض ما كله حقي انا، التحرر كله حقي انا. اي تيسن توحوني انزين. هذا الزعتر، حب زعتر توست ويا هدا اللي قلت لكم عنها، هاي السبع الزيتونات حقي والقطعه الروتيه هاي بعد بني الاسمر ويا الدقه حقي وثلاث بيضات اللي هنا وقلاص الحليب بس. يعني قلنا اليوم لازم يخف الوزن، بيني وبينكم زايد الوزن ولازم ابوي يخف، وان شاء الله اني ببتدي شوي اليوم بخف على عمري الصراط. وينك؟ يلا تعال حبني. وين؟ سلام عليك ابو صباح. صباح الخير اخي. عجيب. ما طريت لكم الريحان اللي قلت لكم المشموم اللون البنفسجي هذوها. سبحانك يا رب. بذرت منه والله ظهر الحين. يقولون شيء بنفس بنا سوينا من زمان طايح. واحد توا يقوله ضرش اللي على الخاص مكود اول نفس بنس سير هاك بس بنس عاد هاك ابوي فس بنس في السوق يعني وليه في السوق ما يتمنى مخلوق. ابوي يحب احطه في بيته وزرعته وظهر، شو المشكله يعني؟ دالي دالي فايش يجيب الكرسي شي جداي يجلس يجلس اي قول انت انت ما يصير كرسي انا ضاقل يدي. نعم. وين سرتوا؟ وين جيتوا اليوم؟ شو سويتوا؟ من الصبح لين الحين؟ صبح يجي من بيت على اول صلاه في رياضه ايه نمبر 1 ايه صلاح؟ صلاح شوف اول هنا ما ياكل ما بتاكل يوعان انت؟ يوعان ولا لا؟ ايه وايد له شويه؟ يلا تريق تريق ما عليك منه. شو اليوم خير ريوق؟ ما اعرف هذا ما تعرف هذا خمير. وين صلاح؟ شو هذه؟ يا تريق ما يخصك فينا الحين. صلاح مره وحده بتندحق. صلاح القرص حبيبي لقمتين ايه القرص سوون 4-5 لقمات. هاي اعطيناك من هذا جايبين من اذربيجان. زين شو؟ لوزان. اذربيجان لوزان. زين زرعوا منه. شو صلاح؟ مشكلة ما شي مشكلة؟ ان شاء الله. زين اسد بذروه خلوه يظهر. اوكي حطوه شي تعرف تاكل الطيور اول. نحن صلاح زرعنا، نحن تقدمنا في الزراعة وانت طالع يعني بعد ما مسوي لي سالفة. زين يوعان انت صلاح؟ ايوه يا ربي مك يا صلاح. اول مول على تعال كبير اوج هنا اول مول كبير انزل صلاح منو صور وياك امس في المول؟ هلا بجيران لا ما بيكون كابه جديده. هلا هلا شو تغديت امس؟ حبيه روب. روب؟ لا لا سبيه ما اعرف انا. ما تعرف ما تعرف شو قلت؟ خويه شو؟ خويه شو؟ خويه ملوخيه. قول ملوخيه. خويه خويه اي ها شو تغديت امس؟ خويه بابا شو؟ صد جاي طالعني شو؟ خويه ملوخيه. ايه خبزي عاد الصحن يبرد على التليفون. انزين اللي تخبروا عن ان شو حاط فوق الفيفاي قريطيسات هالصغار. الفيفاي تكون هذا حجمها تقريبا فتر او 2 انش فين الطيور ينقبن القمه فتموت تتقمح. الشتله هاي صغيرونه خلاص تخترب اذا تنكل قمته. فشن نسوي؟ نحط قرطاس نايلون يوم بي الطير يتروع عاد لين تنتشي شوي تغدي بخير. صلاح صلاح صد جاي هذا كله طار. وين جايت انك هالاغنيه؟ منو طرش لك اياها؟ شيخه. شيخه؟ يا هالشيخه ظهرت علينا اغلى عن بيع السوق نحن. صلاح شق المسج لي الباحياك اريد اسمع. هي شو هذا؟ واي كل يوم اجي كده لما تجي بالعربيه وتعالوا عشان امشي معاكم البيت
ويدي 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 خاس هذا خاس. لا يا مدير انت خلط لا تكلمني انا باي اشوفك. جاي جاي وقاعد العاد. نعم العاد عاد بدك عاد الدواء. وعد وعد اني اجيك يا طلوع يا حبيبي. جاي جاي جاي. ان شاء الله ان شاء الله حبيبي يا طلوع. ايوه ماشي بابا. منو هذا صلاح؟ شيخ هذا شيخة؟ رجال هذا اسمه شيخة؟ صاحي انت؟ خبر متخزن اي هذا رجال ليش مخزن اسم شيخة؟ حركات يعني تمويه؟ ما قبل عيب حبيبي شو اسمه هذا الرجال؟ ادري بانه رجال شو اسمه؟ عامر 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 الشرطة وين؟ شرطة عاد ولا بوليس؟ ترى اللي يتخبروا عن الماكينة ها مال شواي السمك حطينا صورته وقلنا لكم وين ماخوذه محل يسمونه ايس مال قوم الفطيم ايس اسمه ايس هارد وورك موجود من فرعين فرع في المينا وفرع في عدال ايكيا في ياسمول في ياسمول عدال ايكيا هذا الشيء موجود ايس عندهم هاي الشوايه واحجام مختلفه شيء في دم مامول ويقولون شيء بيع في دم مامول في ذمه عدم قال انزين وسعرها موافق وزين ورقم واحد انا اخذت اللي راويتكم اياها هاي الشوايه اسمها المحل اسمه ايس ايس هارد وورك في المينا ابو ظبي شيء واحد وفي ياسمول ويقولون في انزين والدقه هاي اللي انا استعملها ومدح لكم مليون مسج يعني عسبها يتم يبيعونها في المعرض اللي الدور الارضي ما بمحل معرض كم كبره وقوط يبدا طول ويه صلاح ب 30 درهم 30 غلط كم ب 70 70 ترى 70 لا تقول ما قلت لك غير عن الزعتر اللي ضارين تاكلونه هذا هاي يسموها دقه دقه زعتر شو يعني شيء من الاخر ما شيء شراته ينكلوا ويا زيت زيت انزين وما تصيرون تحت بتلقطون الدقه تراها النمونتين وحده بالرمان وحده عاديه اللي انا استعملها العاديه مش اللي بالرمان اللي بالرمان شويه مرور وايدين بيقولوا الحين والله نحن من زمان نعرفه كذبتوا ما بكل حد يعرفه تحيدون الزعتر العادي هاي اللي يبيعونه فوق المنائيش هاي لا من غير طعمها مخالف ها قواطيهم الدقه ها هاي وحده شو لونها حمر قرمزي مبهي هاي اللي شويه ابهت هاي هي الفنانه هاي اللي بقشر رمان عاد اللي فيها قشر رمان لذيذه يا غير ترد شوي بمروره وهاي اخير عاده فنان طعمها وايد يا زهر لو بتكود ما تكود ما يحرق في اللثم وايد لذيذ يعني يوم نخبط وياها شوي زيت زيتون شي يتغمس بها شيء غريب عجيب وايد فنانه هاي انا اللي تيوزي اللي تقول ما قلت لكم هاي شويه عاده ناس يعني ترى حد من العرب يرغب بهاي الغامجه وحد يرغبها لكن انا افضل هاي وانت لكم خيريه الاختيار كل طالع شمس كل طالع شمس كل طالع شمس يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالهليكوبتر باللي فيها ما ندر عاد منو رجعنا من جديد ابويا صباح التزقريته والهندام الفنان والريح الخنينه وصبحكم الله بالخير والنور والسلام اللهم لك الحمد اعتدل الجو وبردت الدنيا وزانت السيرات والليات والعرب الحين كلها ابويا الا كل يمع وكل ويكند الناس ابويا الحين تبى تفر بالروح العزيزه تتري الخميس متيي بفارغ الصبر راعي البحر يبى بحره وراعي البر يبى بره وراعي اليبل يبى يبل وكل هالاماكن اللي الله منعم علينا بها من بر وبحر ويبل وسهل ووادي وسيوح الدنيا هاي كلها هاي نعم يبالها حمد يبالها طال عماركم حمد وشكر ويبالها مداراه ويبالها محافظه ويبالها حد يكون قلبه ياوي على بلاده كيف ياوي على بلاده وكيف ياوي على المكان هذا وكيف ياوي على السيف وكيف ياوي على البحر وكيف ياوي على البر بالنظافه الحين تبى تسير بعدك وعتادك وسندك وبندك وعلمك وخبرك بتصير تكشت كشرك وخياسك هاي اللي بتودرها
منو هذا اللي بيجلس انت يلقط من وراك ويخمم وراك؟ والله يا ابوك يا شيم اللي بقع ينها قادي زباله ما تتشاهد. والسب شو؟ والسبب ترك المخلفات، القراطيس والحطبان والضيان وقواطي البيبسي وما ادري شو ما فضل عنهم. النايلون هذا النايلون روحه والغراش ما يتحلل، هذا بي يفنى الدهر وهم ما يفنن. لو تدفن لو حين تسير وتدفن الكشرة مالك، ولا توري فيها ضو، ولا تسوي ما تسوي، ان وريت فيها ضو وصبيت عليها ما عقب ازم صخام وخيار. وحتى يوم تكون في بحر ولا في شيء من الحول ولا شيء من اليزر، كشرة كون ما فضل عنك شف حطيت فيه قرطاس وشفت انت، ولا كوت الخياس كامل داخل زبال هاي القراطيس السود وربطت بويها ربطت الوي وعقيتها في طرف الطراد. من توصل البر؟ من توصل البر اذا الله جعلنا من الحيين، هذا في حاله انك ساير حال ولا شيء من اليزر، بتوصل البر بطرات بتعطي حدا العمال عبوي عقوح عدال درام كشر. الحكومه ما بمقصر حتى البيوت اللي على البحر تيكم الكشره لين جدا بيوتكم، لكن اللي ضاري على الحلق ضاري على الحرق. يقول لك روزنه حطوها في شرف وغرف ما يازت عن طرارته، ليه بويه في عرجه الوساخه وهم يرثم بيتم دبه حياته بميرثم. كم بيوبلون ينظفون من وراكم عمال ابوي الشركات ايش قالوا جيج بيتلونكم حتى لين اليزر والحول ما فيكم حي. واللي بيصير ابوي بيجلس تحت ظل سمره ولا قافه وبيقيل بيعين من الله خير، سر اطالع من وراه ولان الدنيا قاديه ما تتشاهد. لا تقول يعني انا ساير بر ولا طعوس ولا اي مكان، يعني حتى لو تشحة ابليس حتى لو وين ابليس مضيع عياله كيف يهون عليك تودر كشرك مكان. هذا ابوي كل يلحق وراه اثم، كل يلحق وراه اثم لانك انت ابوي تخيس الدنيا وتهدي ابوي الطبيعه وتهدي يا ابوكم. والحين عاد حين هذا موسم السير والجي، فينبغى انك من تشتل يوم بي حد غيرك، ولان المكان نظيف يعني ترى اللي بيخالفون من وراك انت هاي الاوادم مساكين يبون مكان نظيف مثل ما انت جيت ولقيت المكان نظيف نشعل وخليه نظيف. ترى النظافة هبلة بالرمسة، والنظافة ما بلة من فوق لين فوق بهرج، لا النظافة لازم أبوي في كل كبير وصغير. البنادم كيف يهون عليه يخيس مكانه؟ بلادك هاي حد يخيس بلاده؟ بلاد غيرك ما تهون عليك كيف بلادك؟ والله يا شي من الأوقات يعني يكون سيارة ماشية قدامي ويفرق قوطي كلينكس ولا كوب حليب هذا مال القرطاس اللي خطر علي أوجهه وتبالى شوية. شركة ابو ظبي للتوزيع ابوي ما قصروا باي ضلات ويوهم، والحبيب ويوهر يعلى الله يرحم والدي يطول بعمره ما قصرت يا ابو يوهر باي ضلات. هذا سيري الحين ظاهر من عند الجماعه دارة الكهرباء غاصب زور ظهرت عنهم كلهم متعلق طيبين وخيرين واكرام ما شاء الله على محمد القبيسي ابو يوهر يعلى الله يحفظه حاطين مدير الفي اي بي، وهو يعني بخبركم يعني هو بكبره في اي بي ولا نقصان في الشباب اللي وياه، والله انهم كلهم والله ينحطون على اليرح يبرأ، خدومين يركضون حافين ومنعلين، يعني الله يحفظ. انظهرت ابوي من الصبح ولا انظهرت الضحى، ما حولي رد قبل اذان العصر، ما ادري كيف يخطف الوقت، سبحانك يا رب. انزين والحين طال عمرك من وصلت البيت، وان شاء الله اني بتغدى وبقيل، وارمس وياكم المسيان. اذا الله راح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. من زمان ما عدينا خراريف، وإن شاء الله إن اليوم شيخ ريريفة وفنان بتيوزلكم. الوصف طال عماركم اليوم تتبع خروفة، الوصف يقول ياك وادي عاهن، ياك شو وادي عاهن. الوصف
الوصف هذا وصف عماني، أنا الله تصيرك. الوصف وصف عماني من وصوف هالضنج. الوصف طال عمرك من وصوف خادابي. الوصوف هاي وصوف هالضنج ومتداول عندنا في العالم كله، تداوله في الإمارات، يا غير أصلا من وصوف هالعبري، عبري وضنج، منطقة الظاهر في عمان، واللي بال والوديان والدنيا والطحنة، وأنا فيهم الأمطار القوية. وبخبركم عبر الخروفة، وعنا الحينة أنا حين طال عمرك بنش بتمسح وبصلي وبعين من الله خير بلبس وبسير النادي، بخلص إن شاء الله إذا الله جعل المحيين 11 إلا رب 11 وربع شي ببتدي الخروفة، يبقى لها نص ساعة إلا رب، تحيدون لا تمطميطة لا بد ولا عذر منها، بس واللي ما بيلحق عليها اليوم بيطالعها باكر إن الله. إنزين طال عمركم هذا سح جاينا من وين؟ من عند الشيخة مهربة خالد أم الشيوخ أم طحنون بن سعيدي على الله يحافظها ويطول. طال عماركم سحوح وايدة، يا غير سح عن سح يفرق، هذا جولدني يعني ذهبي، مرة ذهب ريج. طال عمرك يا بنت خالد ويعل عمرك يا طحنون، عدة طعامة وقعامة، عاد منو يروم يحسب الطعام منو يروم يحسب القعام، يعل عمرك كثرهن بألف ودي بعدها بالله بودي وحدة. مثل ما تشوفون بعدني في الجبل، يبالي طال عمركم الحين 20 دقيقة، و20 دقيقة راحة 5 دقائق قريب، يعني خروفة اليوم أبوي بتبتدي 12 وربع، هي ها بترقدون بتنشون بعد أبوي ما خلصت، فالخروفة طال عمركم بتبتدي اليوم وبتخلص وقت متأخر، فاللي ما سمعها اليوم يكملها باشا بما الله راد، يلا سامحونا على التأخير. مساكم الله بالخير، سامحوني على التأخير، يني عدة مكالمات وهن اللي أخرني، لكن إن شاء الله أني بخلص إذا الله جعلني بالحيين. الوصف ياك وادي عاهن، وادي عاهن من أكبر الوديان وأقواها في الظاهر، وعاهن طال عماركم هاي في منطقة تابعة الضنج، هب تابع الضنج، ينوبي ضنج، ينوبي ضنج منطقة عاهن هاي. ومن أقوى الوديان في تنتي عمان كامل، هذا يسمونه وادي عاهن، ومن شده وغضبه يوم بيجي يشل اللي قدامك، والمنطقة كلها هاي اللي هي ضنج وعبري واللي بقى هاي كلها ينقال عنها الظاهر، منطقة الظاهرة، وكل حد في سنين الأولية تواصفوه بالليل يوم لين باكر يقولك ها ياكم وادي عاهن، يعني ياكم هذا الشديد القوي اللي أبدا ما حد يوقف قدامه، يعني هذا وادي عاهن يتواصفون بالشيء الجبار، الشيء القوي، الطهف، الكارثة، خلاص يعني خوز عنه، إياكم وادي عاهن هذا كسر. المقصود في جملة وادي عاهن إن شيء ياينكم ما يقدر عليه، ما يقدر عليه إلا رب العالمين، ما شيء أشد عنه إلا إرادة الله سبحانه وتعالى. أعماركم الخروف أبوي ما بروح أكملها وأنا في الحوي، قطعني الحاس، ما أدري وين ياجني، يمكن عسبر كشافات ولا شيء من هالغبيل، كم علي بدخل داخل بكمل. يعني يوم يبون يروعون حد ولا يزيغونه قالوا له ها ياكم وادي عاهن، بس تروعت العرب، اي حد حين يزيغونه قالوا له ياك وادي عاهن. شوف طال عماركم هذا رجال عرس، يوم عرس صرف مبالغ كبيرة على عرسه، يعني وتكسر وتيبر وبذل شيء يعرف وشيء ما يعرف في العرس، وندم على اللي سواه، وندم انه ليش انا شي سرعت وسويت هالامور كلها، يعني هالشيء وايد اللي كلفني انا، لكن لا بد اني انا حي، فشاف انه يعني العرس ما بلازم يكلف هالكثر، فشو بيسوي؟ يبي يرد مخاسيره اللي خسرها وعطاه المال، يبي يرد، فتم يفكر فكره جهنميه انه يظهر العيب والغلط من اهل العروس حق يردون لحلاله وفلوسه وصوغه ودنياه، حين ما شي فايدة يوم ليلة الزفة زفوا العروس، وآزم اللي هو يا العروس، آزم يعرك عيونه ومطط راسه وحي، وآزم من عيونه شرات اليمر، وآزم يباغم ياك وادي عاهن، ياك وادي عاهن، وآزم باغم رب الإخ،
فالفقير بني عروس توها ياهل عمرها 13 و 14 هاك الزمان، ونشت ابوي حطت ثيابها في ثمها وطلجل، وتمت ابوي تركها بين السكيك ليه وصلت عند اهلها. من روح عزيزه قالها وادي عاهن، وزاغت البنيه بسم الله شو بغوا هل هي يعرفون شو بلاها. استحت البنيه شو بتقولهم، لا ردت لا عدل ولا عوية، مني من ناف مني منك عزروا عليها هلا. فمعروف يعني ان البنت في ليلة الدخلة تتروع، خاصة البنت يعني اللي ما عندها يراعة وما كد سارت ولا كديت. فقالت اللم ابويها بنتنا نحن تروعت لك انا ابوي، لا هاي سويعية معالي راسك بردت ابوي بتريلك. ردوها فقيرة ألمت لثرها وينية هذا متى ردوها، ردوها بين تريوها لين بيتوها وعينت من الله خير، واصبحت الصبح يوم عقب العصر ردوها بيتها بيت ريلها يعني. يوم عدى ابوي بين عقب اذان العشاء دخل ابوي عليها ومطعق عمامته، تعيد عمامته هالمتن راعي ضنج بعد ما يبالي رمسه، وزاغت وازم يباغ مربى لخال جنه يا تشوادي عاهن يا تشوادي عاهن. وردت فقير ابوي تروعت مره ثانيه، وركض وينك اللي ما تضيع بيت ابوها، ركضت ابوي ركضتم وحده شوط واحد، ولانها ابوي بيت اهلها وتباغم ربها لي خالجنا ما باغ. حين الريل كل اللي يباه ان البنت تقول انا عايفه، تبه تقول يعني تكون عفتها للريل هذا ما باه، فيزيقها بوادي. وترى من المتعارف عليه لين اليوم لين باكر يعني هاي الشيء موجود يعني عند العرب، ان يوم تعاف البنت الريل ما تباه الغلط يعني من البنت يردون لحلالها. شيء في السلك وفي الشرع وفي كل الأعراف أن البنت انعافت الريل ردوا له خسرة وردوا له ماله. نمراد أبوي أن البنية شردت مرة ثالثة، لكن هالودية قبضت أمها من ذنيها وعزرت عليها اللي تخبريني شو بلاش زايقة. قلت لها يا مايا، لا عاد ما يقولون يا مايا، يو مايو زين. قالت عاد قالت لها يا مايا ترى هذا الريال هذا يا ماي هاي سالفة الريل سالفة ابوي هذه، من يدخل علي ازمي باغم يا تشوادي عاهن. فتروعت انا منه يا ماي ويج يا ماي وانا بني صغير ما فيه يكسرني، يقولون هذا وادي عاهن يومي على شيء كسره ويقول لي نبيك وادي عاهن، وانا يا ماي بني ما اعرف الشيطان طريق وتروعت اني اللم. عاد الحين ايقنت ان الريل هذا ابوي عايف، ويبى ابوي انتم يا هل العروس تردون له ابوي حلاله، وما هي خلاص كسرت الشك في اليقين، حين عندها خبر يقين وكاد ان الريال هيروع لبنيه ويقولها وادي عاهن اساس انه تعاف وتطلب الطلاق، ويردون لابوي فلوسه وما فضل عنه كله، ويقعد ياخذون بنيتهم ويظهرون عاد هل العروس بسواد الوجه ان البنت هي اللي عافت وبس، وهذا هو اللي يباه. شطال عماركم اللم اللم فطين وحده ابوي عن عشر حريم، ولقنت هاك الدرس تلقين. فسمعي يا بنتي يوم بتحيدين هي جنك ومجبل وبيقول لك ابوي يا تشوادي عاهن، قولي له بطحة صحم قدامك. ويا بنتي ترى بطحة صحم هاي بطحة تصب فيها وديان عماكلها، كل الوديان تتيامع وتصب فيها ولا تعول، والبطحة هاي مسيال للوديان وبتيامعة الوديان كلها فيها لو تصب سنين ومنين، ما عولت هاي البطحة ابدا، وتتصب فيها الودياكة ولو ترعد عليها بروق ومطور الطفات كلها ما تعول، بطحة وسيعة تيامع الودياكة. لكن وانتي حين يا بنتي مجبورة انك انت تشبهين عمرك بطحة صحم، لازم انت تشبهين عمرك بطحة صحم اللي ما تتروع ولا تعول، يعني ما بلا انت حين يا وادي عاهن لا لو بتين الوديان كلها ابوي ما تروع، انا ابوي بطحة صحم. خلاص عاد حينه اللم لقلت البنيه زين ما زين، وردوها ابوي بيت اهلها. يوم دخل عليها الريل ازم كالعاده باغ مرب يا تشوادي عاهن يا تشوادي عاهن، نشت ابوي تخوصرت له وعقت شيلت عن راسه بطحه صحم قدامك بطحه صحم قدامك. ايس الريل قال ابوي خلاص خطتي وشلت، لكن ابوي حينه كفى الله المؤمنين القتال لبسي شيلتش بردت بيت اهلها. نش ابوي لبس سويعيته وردها بيت ابوي بيت اهلها، وما غرموا لحتى بيزه، رد ابوي خفي حنين كأنك يا ابو زيد ما غزت.
نشب ويا الريل وودى البنية عند أهلها وطلقها وخلى أبوي المال كله عندهم وما خدم من عندهم حتى أربعة. كل المال ليه سايقنه خلاه لهم ليش؟ لأن طال عماركم هو اللي عايف وهو اللي ما قال ما يبقى، فلذلك المال يتم عندها للعب. ومن هايك السنين لين يومك هذا اللوادب اللي زيق اللوادب قال ها ياك وادي عاهن رد عليه الثاني بطحه صحن قدامك. يلا ترى باكر ابوي ما شي لا رمس ولا خراريف ولا علم ولا خبر. يلا يبقى نرمس ان شاء الله ورا باكر اذا الله جعلنا من الحيين. يلا تصبحون.